السلام عليكم، وتحية للمشاهدين الكرام، وتحية لساكنة الجهة الشرقية. وحنا كفنانين كفرقة مسرح الحال تنلقيو الدعوة على ساكنة الجهة الشرقية، وخاصة مدينة وجدة، اللي غادي يكون عندنا العرض يوم السبت 1 أكتوبر على الساعة 7 مساء بالمسرح محمد السادس. فانت نتمناو الجمهور الجهة الشرقية باش يحضر بكثافة، باش نتواصلوا معاه مسرحيا من خلال مسرحية حفيد مبروك لفرقة مسرح الحال. فهذا العمل هو عمل اجتماعي كوميدي اللي تيشخصه مجموعة من الفنانين والفنانات، واللي هو من تأليف أستاذنا الجليل والفنان الكبير سيدي عزيز موهوب، اللي وفاته المنية مؤخرا، واللي تنطلبوا لي بهذه المناسبة الرحمة والمغفرة على روحه الطيبة. فسيدي عزيز موهوب كان دائما بغي يشوف هذا العمل فوق الركح، والآن أن مسرح الحال خدع على عاتقه هذا العمل ونجسه، وأن الحمد لله أنه لقى واحد نجاح كبير في مجموعة من المدن المغربية، سواء الرباط، سواء مراكش، سواء سطات أو مشرع بالقصيري، مجموعة من المدن. والآن حنا تنقوم به بجولة في الجهة الشرقية في مجموعة من المدن المنطقة الشرقية. والبارحة يلا عاد كنا في جيك، وكان حضور كبير اللي يحضر العرض المسرحي وتجاوب معاه، يعني وبقاو ساعات طوال انه باش يمكن نفرغوا غير القاعة، يعني اكثر من ساعة ونصف. فتنشكروا الحضور كاع اللي حضروا لجميع العروض اللي كانت من مدينة احفير، البركان، التويسيت، الجرادة، يعني بوعرفة وفيقيق، يعني هاد المدن كلها اللي زرناها بمسافات طوال ديال الطريق اللي كان فيها العناء والتعب ديال الطريق. ورغم هاد التعب ديال الطريق والمسافات الطويلة، فجميع أعضاء فرقة مسرح الحال كان كلهم حب وحماس باش يمكن لهم يقدموا فرجة ماتعة وممتعة لساكنة الجهة الشرقية. وفعلا حتى احنا لقينا كل الود وكل الحب من جميع ساكنة الجهة الشرقية، واللي كانوا تحضروا بكثافة من أسر وعائلات، من فعاليات جمعوية، فعاليات ثقافية وفنية، كذلك من سياسيين، حضروا مجموعة من المسؤولين ديال الجماعات المحلية. وهذا شرف لنا أننا كنا تلقاهم هما في الصفوف الأمامية، وكذلك كنا تلقاو الأسر والأبناء ديالهم. وهذا اللي كان تفرحني، أنني كنت تلقى أسر وتنفرح أنني نشوف مجموعة من الأبناء ديالنا تهما تيتمتعوا بالعرض المسرحي وتيتبعوه من بداية العرض إلى نهايته. ومن بعد تيجي وتيقول لك عمي بغينا نتصوروا معاك، وانت يبغيو يتصوروا مع أعضاء الفرقة. فهذا الشيء فرحني، أن البارح في جيك وصل انسان انه جاب لي تربيه ديالو اللي تصور معايا، وبقيت هزو طيله التقديم ديالي. فكان واحد الطفل جميل وبريء، يعني باش تشوف باننا احنا اسره واحده. وهذا هو اللي خلانا اننا نضربوا هذه المسافات باش نتواصلوا مع ساكنه الجهه الشرقيه، واللي كلهم حب وكلهم طيبه وكلهم كرم. يعني فين ما درنا ما يمكنش لك ما تلقاش انسان ولا انسانه انه ما يبغيش يعرض عليك ولا يكرمك ولا هذه. وكان ما عندناش الوقت، ولكن كل واحد تيبغي يدخلك لبيته، او يبغي غير يجلس معك، او يبغي غير يتكلم معك. فهاد الحب هذا هو متبادل، لاننا حنا تنحبوا الناس ديال الجهه الشرقيه، وهذا الشيء علاش خدينا على عاتقنا هاد المسافه وهاد التواصل باش يمكننا نتواصلوا معاهم. وضروري ما نشكروا مجموعه من المؤسسات اللي كانت
لها الايادي البيضاء باش تكون هذه الجوله هذه ديال مسرحيه حفيد مبروك في الجهه الشرقيه، وعلى راسها مؤسسه وزاره الشباب والثقافه والتواصل، وكذلك باسم السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل السي مهدي بن سعيد، اللي هو قال لك على اساس اننا خصنا نمشيو لهاد الجهه هذه ونتواصلوا معها ثقافيا وفنيا. فشكرا للسيد الوزير، وشكرا لوزاره الثقافه، وكذلك نشكر من خلال خلال فرقه مسرح الحال مؤسسه مسرح الوطني محمد الخامس اللي كان هذا العمل بشراكه معها، وكذلك تنشكروا المديريه الجهويه لقطاع الثقافه بالجهه الشرقيه على التعاون ديالها، وكذلك تنشكروا المركب السوسيو ثقافي ابي القنادي البساله اللي دعمنا وشجعنا وعاوننا، كذلك تنشكروا المديريه الاقليميه بمنطقة بوعرفة فيكي، وتنشكروا مجموعة من المسؤولين على الفضاءات ديال المركبات أو بعض المؤسسات الاجتماعية أو بعض دور الشباب، تنشكرهم اللي قدموا لنا واحد المجموعة من الخدمات والمساعدات، فشكرا لهم باش تكون الفرجة في المستوى ديال المتلقي اللي هو جمهور ديال المنطقة الشرقية. فشكرا شكرا لكل من زارنا وكل من تجاوب معنا وكل من ابدى اعجابه بالعمل المسرحي ديال حفيد مبروك، فاحنا كذلك استمتعنا بهذاك الحب ديال الجمهور اللي كان تيتواصل من كل حين من خلال احداث المسرحيه من مشهد الى اخر، كنا تنحسوا بالتصفيق، تنحسوا بالضحكات ديالهم، بالهتاف ديالهم، كنا كذلك اننا ملي تنكملوا العرض، وهذا شيء جميل، كان دائما تلقى واحد تصفيقات حارة على المجموعة وعلى الفريق الفني ديال المسرح الحال، كما أن تيقدموا لنا واحد التحية اللي هي التحية مغربية دائما تلقوا بالزغاريت وبالصلاة والسلام على رسول الله، فهذا شيء اللي أنا فرحت ليه بزاف، وأعضاء الفرقة كلهم فرحوا رغم التعب اللي تتموا شادين الطريق. البارح شدينا الطريق من فيكي حتى الوجدة رغم التعب ما حسيناش، لان بهذاك الحب ديال هذوك الناس كيفاش استقبلونا كيفاش جاوبوا معنا وكيفاش حبونا وكيفاش حبيناهم، فما خلى هذاك التعب انه كله يهون، ولينا حاسين براسنا بحال اننا طايرين فوق الجناح ديالنا يعني، وهذا شيء اللي كبير. كما اننا استفدنا من مجموعه من المدن اللي زرناها عبر الطريق، اللي كانت واحد المناظر خلابة، مناظر جميلة جدا، في جبال، وديان، خضرة، يعني سهول، يعني أشياء اللي ممتعة، يعني الجهة الشرقية ممتعة أن الإنسان يمشي يكتشفها، يعني عاد أنك ملي تدخل المدينة تتكتشف واحد ذاكرة، واحد تاريخ مغربي اللي ممكن أننا نتعرفوا عليه. فأنا كنت سعيد بهذا التجربه وبهذه الجوله في جهه المنطقه الشرقيه، اللي ما نكذبش عليك انا دابا وليت نتمنى انني نرجع ليها وانا بدون عمل باش يمكن لي نكتشفها اكثر ونعرفها اكثر، ونعرف تناسها لان ناس طيبين وكرماء، فهذا شيء قل لنا نديرو. فما نكذبش عليك كنا تندخلوا لبعض البيوت تنحسوا براسنا بحال اننا في البيوت ديالنا في ديورنا، كما اننا اليوم حنا عند سيدي محمد، يعني اننا بحال في دارنا، ما تنحش بان كاين فرق. فهاد الحب وهاد الاستقبال وهاد التجاوب، فتنشكركم عليه، تنشكروا الجمهور اللي زارنا وحضر معنا وتبع معنا العروض ديال مسرحيه حفيد مبروك، تنشكرهم جزيل الشكر على التجاوب وعلى الحب وعلى السعاده اللي خلقنا لبعضياتنا. فكذلك تنتمنى ان غدا يوم السبت عاوتاني يكون حضور قوي في مسرح محمد السادس الساعة 7 مساء، باش يمكننا اننا نكونوا في المستوى ونعطيهم فرجة ماتعة اللي يتمتعوا من خلال احداث المسرحية ومشاهدها. فمرحبا بكم، وكذلك ترحبوا
بساكنة مدينة الناظور، اللي غادي يكون العرض عندهم يوم الأحد 2 أكتوبر في المركب الثقافي بالناظور. كما أن غادي نمشيو نزورو الدريوش، مدينة الدريوش بن الطيب، كذلك يوم 3 أكتوبر، فمرحبا بهم. وكذلك ساكنة مدينة عين بن مطهر، فمرحبا بكم، مرحبا بكم جميعا. وحنا ما جينا إلا من أجلكم ومن أجل هذيك البسمة اللي نخلقوها على وجهكم واللي ندخلوا عليكم الفرحة والمتعة. وهذا هو الهدف ديالنا، هو هذه الرسالة، أننا نفرحوا الناس ويجيو ويدخلوا ويتفرجوا في واحد الفرجه اللي ممكن انها تدخل عليهم البهجه والسرور، ومام طون يستافدوا من خلال الموضوع والقضيه اللي تطرحه مسرحيه حفيد مبروك. فمرحبا بالجميع وشكرا.